برشا حاجات ممكن بدنيا كنا موجودين لكن فنيا كنا بعاد برشا اللي كنا نستناو فيه. الشوط الثاني كان خير أليس؟ تغييرات تغييرات أكيد أنه تحسن وليد نلعب دوزة تاكو عشوري وحبوبي دخول شادي بلزموع أعطى أكثر حلول في وسط الميدان وصلنا يعني نهاجموا بأربع مهاجمين حباسي على اليسار حمروني كيف اللي طلع برشا واللي كان يساند وبشا بعد على الكلور اليمين ودوزة تاكو اللي حكيت عليهم. لكن نقول لك أنه مباراة مرة أخرى نقول مباراة النساء مباراة سيئة بالنسبة للنادي الصفاقسي ما تعكسش على الأقل الوجه اللي كنت تستنى فيه. صحيح أنه أرضية الميدان صعيبة، صحيح أنه المنافس فريق محترم جدا ممكن خيم برشا جمعيات اللي متأكد منها، لكن هذا ما يمنعش اللي عندنا نيفو يلزمنا نستحفظوا عليه ويلزمناش نهبطوا تحته. اليوم الحمد لله أنه يعني أنه تعدينا سينو تكون كارثة في النادي الصفاقسي لأنه كيغيب الأداء وغيب الانتصار تولي مشكلة كبيرة. تعدينا ربي حبنا لكن يلزمنا نكون في يعني يلزمنا يعني نقدم مباراة أحسن من هكا. صحيح أنه نمشي لوج على أسباب يصير مش نقولهم في الإعلام، لكن أكيد أنه نعرف الأسباب وإن شاء الله في القريب العاجل نادي الصفاقسي ما يلزمش يعمل دي هو دي با حتى كي نهبطوا كما قلت مره اخرى نقول ثم نيفو معين ما يلزمناش تحت منه. على كل مبروك لنا الترشح ويلزمنا كان نزيدوا نخدموا نحسنوا رواحنا والحمد لله ممكن الماتش الجاي ان شاء الله باش يرجعونا للجانب. تعرف اليوم ما حكيناش على الغيابات، عندنا غيابات كبيره، مهدبي في اخر لحظه ما كانش موجود، دحمان كيف كيف، اضافه للأجانب، دونك عندنا برشا غيابات. نتصور انه الاسبوع هذا ان شاء الله كل شيء باش يرجعوا للأجانب ويرجعوا للاعبين الكل وقت ان شاء الله نقدموا الاداء اللي نستنى فيه هنا. قررنا انه يلعب عجال ملاعب شاب لعب قبل. تعرف مشكله احمد الاهم اكبر مشكله كي تلعب ضد كيبدا مش معاك لي زيترونجي، يعني كيبدا تلعب ضد فريق من الرابطه الثانيه وتولي مدير الاجانب. تعرف انه سيرتو في الفتره الاخرى يعني الكيب نتاعنا سيرتو في الوسط يعني لي زيترونجي الاساسيين دو زيترونجي كيف اتاكو يعني كيبداو ثلاثه اربعه اضافه لحسين علي لاعب وسط معناها براتيكمون الوسط جديد اليوم وسط كيغيبوا عليك اللاعبين هذا ضيع لي روبير وهذا هو اللي صار ضيع لي روبير ضيع الياتك ضيع على الاقل ثوابتك. لكن كما قلت فيكتوار دون لا دولور مهمة برشا. الحمد لله انه تعدينا، ديما نقول الحمد لله انه تعدينا لانه عكس هذا كانت ممكن معناها تاثر علينا برشا. اليوم كي تصلح وانت رابح مش كيما تصلح وانت يعني في وانت مش رابح. كنت جماهير النادي الصفاقسي تتسائل شنو هي هدف السي اس اس السيزون هذه خاصة في البطولة؟ صحيح الكاس بشوي بشوي نقولوا نحن واحدة واحدة، لكن الشامبيونا اللي يحب الشامبيونا الحمد لله اللي احنا موجودين في مجموعة البلاي اوف هذه النقطة الأولى. اليوم فريق انتدب براتيكمون 10 ملاعبية شوية وقت أكيد مش تخلق اوتوماتيزم في الفريق، والفريق يعني معروف يعني هما النادي الصفاقسي يدخل البلاي اوف مش ينافس، دونك مع أن حتى هدف آخر كانوا ينافسوا. صحيح أن احنا ناقصين 3 بوان على الأول يعني اللي داخل بأربع نقاط حوافز، لكن إن شاء الله نفعل ريكيبيري. اليوم أهم حاجة أنه نحطوا الجمعية اللي يحبها واللي يحلم بها جمهور النادي الصفاقسي بعد يعني الفترة الصعيبة اللي تعدينا بها. ومن بعد بيان سور هذا بلاي اوف 14 ماتش الأهداف نتاعك تدخل باش تنافس، وبيان سور كل ماتش اون فالي نيغوسي وكأنه مباراة كاس، وإن شاء الله يعني في الأخر نحققوا أهدافنا إن شاء الله. حكيت مع الهيئة؟ أكيد يعني حكينا ويعني وإن شاء الله باش يكون موجود. تعرف في تونس الموضوع هذا ممكن كل مرة نكون موجود يعني يتطرح، لكن في تونس نقول ديما أنه ثبت كان النتائج إن شاء الله يعني النتائج تمشي معنا وقتها بيصير. علاش؟ لأنه أنا اليوم على رأس النادي الصفاقسي راهو أكثر من 25 ماتش بين الجاية الأولى
والثانية ديما نفس الموضوع، ديما يعني يتطرح الموضوع هذه الناس ممكن تستنى أنه يكون معناه أوفيسيال ممكن ويخرج، لكن بيسير قاعد نحكي مع الرئيس مع الهيئة التسييرية، وقاعد نحط في الفريق يعني اللي إن شاء الله كما قلت أنه يمشي وطموحاتنا ويمشي وأهدافنا إن شاء الله. شكرا.